بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جناية التميع على المنهج السلفي. نعم، وصلنا إلى السؤال الرابع يا أخوة، لكن من باب التذكير نقول: التميع ما هي جنايته؟ جناية التميع إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي، هذا أولا. إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي، بل وفي دين الإسلام، لأن السلفية هي الإسلام. الجناية الثانية: إدخال المبتدعة والمنحرفين عن المنهج السلفي إلى دائرة السلفية وفي زمرة السلفيين أهل السنة والجماعة، يعني إدخال من ليس بسلفي في السلفية وإلصاقه بها. ولا شك أن هذه جناية كبيرة يا إخوة، لأن الناس بفضل الله جل وعلا بدأوا يثقون بهذه الدعوة المباركة، ويرون أنها هي التي تمثل الإسلام الصحيح. فإذا نسب من ليس بسلفي إلى السلفية، وبدأ يميع ويأتي بقواعد بدعية غير سلفية، ويتكلم بكلام مخالف للكتاب والسنة، صار هذا الشخص المدخل في السلفية المتكلم باسمها زورا، صار ضررا على الإسلام وعلى المسلمين. لماذا يا أخوة؟ لأنه كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يجب علينا أن نكون أمناء، أن نقول للناس: فلان على الجادة وعلى الدين الصحيح ومتمسك بالكتاب والسنة، وهو أهل لأن يؤخذ عنه العلم ويستفتى ويرجع إليه ويجالس. أما من لم يكن من أهل السنة والجماعة وحسب على السلفية ونسب إليها ورجع الناس إليه، لا شك أنهم يتضررون وأنهم يضلون الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ضلال الناس أو إضلالهم يأتي بسببين: بسبب الجهل البسيط والجهل المركب. والجهل المركب هو الظلم، هو الظلم والبغي. الجهل رؤساء جهال، هذا الجهل البسيط، شخص جاهل ما يعرف شيء من دين الله ويتكلم بغير علم فيضل هو ويضل غيره.
أما الجهل المركب، من ليس بسلفي ويحسب نفسه سلفيا أو يحسب أنه سلفي من أهل السنة والجماعة وهو في الحقيقة إما مميع أو متشدد خارجي تكفيري أو حدادي أو حزبي سروري قطبي، والسلفية بريئة من أمثال هؤلاء. إذا حسب هؤلاء من السلفية وعلى السلفية فلا شك أن في هذا تنفيرا للناس وللعامة عن هذا المنهج المبارك، وتنفيرا للناس عن المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ووصف هذا الدين وهذا المنهج إما بالتشدد والغلو والتكفير والتفجير، وإما بماذا يا أخوة؟ بالضياع. ونسبة ما ليس من الدين إلى الدين، فنقول هذه الجناية كبيرة. أشرنا إلى جنايتين، الأولى قلنا ماذا؟ إدخال أصول بدعية إلى العقيدة السلفية، والجناية الثانية إدخال من ليس بسلفي في دائرة السلفيين أهل السنة والجماعة، وفي كلا الأمرين غش وخيانة وظلم وبغي وإضرار بالإسلام والمسلمين.